أهلا بكم أعزائي المشاهدين في رسالتنا الخاصة ببطولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الدولية السنوية الكبرى للرماية، متواجدين حاليا في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأولمبي لتغطية فعاليات هذه البطولة. تابعونا. لليوم الثاني على التوالي تواصلت بطولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الدولية السنوية الكبرى للرماية التي نظمها نادي الرماية الكويتي، والتي شهدت مشاركة عدد من الرماة والراميات لفئة التراب وفئة السكيت، حيث شهدت التدريبات المفتوحة لفئة التراب وفئة السكيت أجواء من التنافس والحماس فيما بين الرماة، وكان واضحا عليهم التركيز الكبير والتسابق والحرص على المنافسة فيها، بينما أعرب الرماة عن خالص شكرهم إلى حضرة صاحب السمو لدعمه الدائم للرماية الكويتية وتخصيص بطولة سنوية كبيرة لأبنائه الرماة والراميات وإتاحة الفرصة لأبطال الرماية من خارج دولة الكويت للمشاركة في هذه البطولات، حيث إنها أصبحت واحدة من أهم البطولات والتي تحرص الاتحادات الرياضية على المشاركة فيها. كثفنا شوي التمارين وكثفنا شوي، حرصنا على ان نكون ان شاء الله يعني نقاط الضعف شوي نركز عليها اكثر واكثر، وان شاء الله انه خير، نطمح خير ان شاء الله في البطوله هذه. شنو توقعاتك ان شاء الله بمشاركتك هذه؟ يعني في طموح معين؟ والله اكيد في طموح معين ان شاء الله، يعني البطولات السابقه يعني كنا نطمح ان نجيب مراكز افضل، وان شاء الله البطوله هذه ان شاء الله راح نجيب مراكز افضل من البطولات السابقه باذن الله. بإذن الله. كلمة خيرها حاب توجهها؟ الله يوفق إن شاء الله جميع الرماة في هذه البطولة. مستمرين معاكم من مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأولمبي بتغطية البطولة، تابعونا. والله تجهيزات احنا مستعدين الحمد لله، يعمل البحرين تمارين مكثفة ويعني ان شاء الله خير. من وصلتوا الكويت طبعا اليوم الأول وهو يوم التمرينات، في تجهيز معين ليما يوم بطولتك؟ والله التمارين حتى في الكويت مكثفة، يعني نستعد ان شاء الله حق البطولة. صح. بشكل عام شنو مشاركة منتخب البحرين؟ في عنصر نسائي؟ اي في عنصر نسائي. كم العدد يعني؟ العدد تقريبا 3 حق التراب، 3 لعبات. كلمة خيارها بتوجهينا؟
والله نشكر الكويت يعني على هالاستضافة، يعني أنا كلي أول مرة أجي الكويت في بطولة شارك، فأشكرهم يعني على هالاستضافة وإن شاء الله نأدي ونبيض الوجه. مساك الله بالخير، شاكر لك هالاستضافة هذه يا أخوي. أول شيء هذه بطولة سمو الأمير، بطولة كبيرة عندنا الله يسلمك، لازم نشارك فيها في الكويت. فعقب العودة للحياة إن شاء الله الطبيعية عقب الكوفيد 19، فصارت مختصرة بس على لعبة الشوزة. فشاركنا الله يسلمك بسبعة لاعبين لعبة السكيت، وخمسة لاعبين للتراب، فشباب وبنات. فإن شاء الله نسأل الله التوفيق. قبل المشاركة هذه شارك منتخب البحرين بأي بطولات خارجية؟ كانت له استعدادات خاصة للمشاركة بهذه البطولة؟ اي نعم الله يسلمك، كانت في مشاركات خارجية، بس مثل ما تعرف الكل كان واقف هالفترة هذه، وردت المشاركات مع بداية 2021. شاركنا بعض البطولات، يعني مو بكل اللي في الكالندر، وان شاء الله ترجع الحياة احسن من قبل يا رب. طبعا احنا عارفين ان كوفيد 19 اثر بجميع دول العالم وبجميع الرياضات، شو كانت خطة منتخب البحرين بالعودة تدريجيا حق هذه البطولات؟ هذا الله يسلمك كان التدريب في البحرين، يعني حتى التدريب قل، صار على فترتين، مو بكل الرماة يرمون في نفس الوقت، قسمناهم قسمين، كانوا يرمون يوم وترك، فريق السكيت ما كان يرمي كل يوم، فريق التراب ما كان يرمي كل يوم، فيوم خفت الحالات شوي تموا يلتقون في بعض الأيام يعني، وشوي شوي 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 لين ما ردوا يرمون كل يوم يعني نفس الجدول ما قبل الكوفيد 19 أخوي. يعني مستوى منتخب البحرين إن شاء الله نقول جاهز حق هذه البطولة. والله إن شاء الله إن شاء الله، فريق التراب أول مرة يشارك برا البحرين، إحنا فريقنا جديد، وإن شاء الله الله يوفقهم. كلمة أخيرة حاب توجهها حق المشاهدين؟ كل الشكر للاتحاد الكويتي للرماية وكل الإخوان وأنتوا الطاقم الإعلامي، مشكورين وما قصرتوا، الله يقويكم إن شاء الله. ان شاء الله راح تكون هذه اول بطوله لي مشاركه خارجيه، وان شاء الله تكون نتائجنا حلوه ان شاء الله في البطوله. تكلمني عن تجهيزاتك الخاصه بهذه البطوله. تجهيزاتنا كانت داخليه، كانت في مملكه البحرين، والحمد لله يعني تجهيزات كانت قبل البطوله طيبه ان شاء الله. حاليا وانت بدوله الكويت في جدول زمني او جدول تمريني معين ماشيين عليه؟ اي والله احنا ماشيين قبل البطوله في تمارين راح تكون، واليوم الحمد لله خلصنا جزء من التمرين وان شاء الله الحين ماشيين على الجزء الثاني ان شاء الله. كلمني عن طموحك بهذه البطوله. ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله لان تكون بطوله خير علينا ونجيب ريكورد حلو ان شاء الله. كلمه اخيره حاب توجهها؟ ما قصرتوا على الترتيب وهالبطوله الطيبه، وان شاء الله نكون متواجدين كل سنه ان شاء الله. طبعا هذه البطولة برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد، وباسمي وباسم إخواني رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي واتحاد الرماية الكويتي وجميع منتسبي رياضة الرماية الكويتية، نتقدم بأسمائات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حفظه الله على دعمه الدائم لأبناء في نادي الرماية. يوم قد حفل الافتتاح سيكون بإذن الله الساعة 5 مساء بحضور ممثل صاحب السمو معالي محافظ الفروانية الشيخ مشعل جابر العبدالله، وقد أعدت اللجنة الفنية العليا للبطولة حفل مميز يليق بهذه المناسبة، ونحن نسعد بوجود أشقائنا وأصدقائنا من اتحادات الرماية الشقيقة والصديقة، وإن شاء الله تكون منافسات هذه البطولة مميزة وذات مستوى فني عالي، و
لله الحمد أيضا اكتملت جميع اللجان العاملة في هذه البطولة استعداداتها، وأيضا منتخب الرماية الكويتي جاهز للمشاركة بقوة في هذه البطولة والحصول إن شاء الله على جوائزها بإذن الله تعالى. شكرا. أعزائي المشاهدين، وصلنا معاكم لنهاية رسالتنا اليوم، أتمنى أنكم استمتعتم معنا وتابعونا بتغطيتنا القادمة. مع السلامة.